يرتبط شهر رمضان بسماع صوت الأذان، بالتوشيح والابتهالات وبالأغنيات. أغنيات صنعت قبل سنوات طويلة بينما ظلت حية تطرب الآذان وترددها الألسنة. مع كل رمضان تسمعها في الشوارع وعلى المقاهي وفي البيوت. أغنيات تعيد لك ذكريات الطفولة، اللعب مع الجيران والركض في الشارع حتى موعد السحور، تعليق الزينة وصلاة التراويح وقرآن الفجر. أغنيات لم يغير الزمن من جمالها شيئاً، لطالما جددت الحنين لشهر رمضان. إليك نفحة منها. مرحب شهر الصوم، مرحب لياليك عادت في أمان. رمضان خليكي خليكي في الصف.